من إذاعة الشارقة نتواصل معكم في برنامج الأثير الصباحي. بداية نبارك ونهنئ لجميع العاملين في قطاع الإذاعة، وفي هذا اليوم نستذكر إنجازات هذه الإذاعة الرائدة إذاعة الشارقة وبقية كذلك إذاعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققتها أكيد في السنوات الماضية من جهد وتوصيل رسائل مثرية لجميع محبي هذا القطاع الجميل. أكثر من 100 عام على اكتشاف المذياع، الإذاعة ترسم الصورة لإذن المستمع، يعني على الرغم التطور السريع اللي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، في التكنولوجيا، في الإنترنت، لكن ما زالت الإذاعة محافظة على مكانتها، محافظة على وجودها، وكذلك على مستمعينها، على محبينها، على روادها. المذياع ما كان يفارق الناس على يعني اختلاف أعمارهم، ولكن الآن ما زال المذياع له دور وله مكانة عند أغلب الناس، وكذلك نشوف في الهواتف، في السيارات، في المنازل، لكل من يستمع إلى الإذاعة يقدر يسمعها في أي مكان.